أصبح من الواضح الآن أن قانون الميزانية الجديد لـ23 لن يخفف من الأزمة المالية والاجتماعية، بل جاء هذا القانون ليزيد من تعميق هذه الأزمة والدفع بها نحو التصعيد والتمرد الشعبي، لأن هذا القانون جاء خاليا من أي رؤية تنموية. على العكس من ذلك، اعتمد هذا القانون على جانب الضريبي، وبالتالي يريد أن يحمل التونسيين ومجموعة هامة من الشرائح الاجتماعية مسؤولية الفشل، فشل هذه الحكومة وهذه المرحلة التاريخية، معناها فشلها في معالجة المشكلات الحقيقية للبلاد، وبالتالي مزيد من التورط في حالة من الفوضى التي ربما تؤدي إلى نوع من الانتفاضة الاجتماعية. الغضب الآن أصبح واضح وعبرت عنه شرائح متعددة ومنظمات متعددة، وبالتالي زادت السلطة زادت في إغراق الوضع العام في مسار غير واضح المعالم، وكذلك زادت من عزلة الرئيس وتنمية الرفض له ولسياساته التي تمسك بها. والملفت للنظر أن هذا القانون جاء مناقضا تماما للوعود والشعارات التي رفعها رئيس الجمهورية، ليس فقط يوم 25 يوليو وما بعده، ولكن جاء مناقضا لما التزم به رئيس الجمهورية قبل أيام وأسابيع أخيرة، وهذا هو شكل من أشكال المأزق الذي تعيش فيه السلطة الحالية.